أعلنت لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة تضم 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا خلال ساعات. وقال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي إن من بين المفرج عنهم العديد من الشباب، مؤكدا أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة. وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أنه سيتم خروج دفعات عفو جديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 من إبريل الماضي وحتى الآن.